طيب ننتقل بعديها لايش؟ معتمد النقول ليس يعمل بخلفه. لاحظ قديش العباره مقواها، يعني اي شيء يخالفه لا نعمل به، وبالتالي نحتكم اليه ونرجع اليه وليس عنه يعدل. وهي من شروحه الاستيجابي، شروح هذا شروح الكافي والانباري وشمس الامه هنا موجود. طيب وهي امامكم محقق الاصل يقول: والذي لاحظناه من الاطلاع على كتاب الكافي للحاكم انه يختصر لفظ كتاب الاصل ويتخذه اساسا ثم يضيف اليه ما يراه مناسب من كتب محمد الاخرى واحيانا من كتب ايش؟ لكن الاساس هو كتاب الاصل، والعباره هي كتاب الاصل في معظمها. جميل، هي انتهينا. واعلم بان عن ابي حنيفه جاءت روايات غدت منيفة، اختار منها بعضها. من اختار؟ أبو حنيفة اختار بعض الروايات، والباقي يختار منه سائر الرفاق، فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. هاي على الشيخ عبد الفتاح، حللنا قصة الأبيات الثلاثة هاي، مين يدبرها؟ ورد أقوال عن سيدنا أبو حنيفة رحمه الله، اختار البعض والمشايخ أو الطلاب اختاروا البعض. فكل من ورد عن أقوال أبو حنيفة أو يعني أخذوا من أقوال أبو حنيفة ما دام رضوان الله عليهم. شو معناها؟ يعني أقوال الفقهاء في المذهب الحنفي أقوال أبو حنيفة الذين تنبهوا. أبو يوسف محمد بن مش أقوال. اختاروا اقوال ابي حنيفه. لا يعني دكتور ليس يقول قول الامام دكتور، هم اخذوا مسلك النظر في المساله ويقول باقواله، فهو يقول قول ويخالف ويستحسن، فاذا استحسن لم يسبقه احد. يعني دكتور مش خارجين عن قول ابي حنيفه، فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. إذا قال قول أبو حنيفة ما أحد لم شكل هم يوافقوا فأدبا ينسبوه إلى شيخهم ولا ينسبوه إلى أنفسهم، فيختاروا ما اختار يعني يجتهدوا حلوها هاي، يعني يكون اجتهادهم موافقا لاجتهاد شيخهم فينسب إليه أدبا. أي رأي يختاروا بيكون معتمد على الأصل الذي وضعه أبو حنيفة. تختاروا ممكن المسألة الواحدة أبو حنيفة يعرض فيها عدة أوجه، يختار وجه له الإمام والأربع أوجه حكى ذكرها الإمام، فهم يأخذوا وجه آخر غير وجه اللي ذكره الإمام، لكن وجه الأصل اللي أخذ عليه الإمام وما عليه الإمام قال مثلا نقول إحنا عليه الصاحبان أو عليه الشيخان، أو نقول يعني الرواية الآن قد تخالف رأي أبو حنيفة، أبو محمد الحسن خالف أبو حنيفة كثير من آرائه، فإذا رأي مختلف أخذ فيه، قد يكون منصوص عليه عند أبو حنيفة بوجه من الحال من الحالات وهو أخذ فيها أبو حنيفة أخذ بغيرها. ممكن مسألة وراء عديدة أبو حنيفة طب يعني طرحها على تلاميذه، فتلاميذ رضوان الله عليهم حقق في المسألة وكان يعني ويأخذ كل واحد منهم برأي يراه مناسب وفق مش على رأي الإمام يا شيخ، هم بحط الإمام أحوال وفق أصول الشيخ يا شيخ، يقول لها وجهين لها ثلاثة أوجه أربع أوجه، هم أخذ أبو حنيفة بوجه مثلا في الورع، هم أخذوا بوجه آخر يعني أقل ورع من أخذ أبو حنيفة. طب ما معنى فلم يكن لغيره جواب؟ الأصل اللي حطه هو هم اتبعوا، هو رسم لهم المخاطب. فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب. الآن مجلس الإمام يعني حكم نهائي فيها. مجلس الإمام كان مجلس وكان هو يعرض أقواله عليه، الآن هم لما أخذوا بعدها استقر مذهب الإمام على قول أو رواية من هذه الأقوال وهم أخذوا الباقي، وبالتالي لما أقسموا قالوا إحنا ما خرجنا عن أقوال الإمام كانوا صادقين لأنهم خالفوا فيما هو اختار نهاية، لكن هو قاله ابتداء في مجالس التفقه. الشيخ فراس والله أعلم دكتور، يعني أقسم أنه اللي وافقوه فيه نسبوه له، يعني اللي كان موافقوهم على الأصل نسبوه له على الأصل، أما اللي خالفوا في مسائل أخرى نسبوه لهم. في مسألة حقيقة كبيرة جدا من السادة الحنفية ضروري نفهمها وننتبه لها إيش كويس جدا. هذه المسألة إنه
من شدة يعني سموها حب الحنفية لإمامهم، من شدة تمسك العلماء بهذا الإمام وثقتهم فيه. أبو حنيفة يعني صار في اختلاف عجيب يعني. في الجهة الأخرى تجد في ناس يكرهون جدا ويتكلمون ويطعنون. في المقابل أهل المذهب علماء المذهب يعني في محبة لا نظير إيش لها يعني. ما في يعني إمام يمكن صار عليه كلام زي أبو حنيفة. فكان في كان من أصحاب المذهب ومن علماء المذهب ومن المنتسبين للمذهب نسب يعني محبة وإيمان بأقواله وأخذ بها بطريقة إيش عجيبة متناهية. ويمكن بتلاحظوا يعني عند العجم أو أولاد المشتهر فيها قول أبي حنيفة، مجرد يقال هذا قول أبي حنيفة خلاص انتهى يعني. سلم إمام الأعظم يعني ما في بعدها كلام يعني نهائي، والناس عندهم تسليم منتهي يعني. حتى فيما سبق يعني كانوا إذا أرادوا أن يروجوا فكر لشخص فاسد ينسبوه للمذهب الحنفي، لأنه خلاص في أنه هذا المذهب مذهب عظيم وصحيح وثقة، فما ينسب إليه إيش بيمشي يعني. يعني هذا جمال الدين الأفغاني حتى يروجوا سووه ودوه على أفغانستان وسووه حنفي عشان تيجي تروج بضاعته في بلادها، مع أنه لا حنفي ولا ما يحزنون ولا أفغاني. الله أعلم. أنتوا لاحظتوا. فكان يقول أن النبوة صنعة. على كل هاي المسألة المحبة الكبيرة لأبي حنيفة يعني حقهم أن يحبوه، المحبة مش ممنوعة يعني، يمكن البعض يشوفها يعني تعصب، بس هي تبقى دائرة محبة وهي مطلوبة يعني مش ممنوعة، لكن صار لها أثر نوعا ما سلبي عندنا في كتب الفقه، أنهم لا يقبلون قولا لغير أبي حنيفة. فما لم يكن القول منسوب لأبي حنيفة عليه علامات إيش؟ استفهام. حتى لو كان لأبي يوسف، حتى لو كان لمحمد، فصارت الفكرة الموجودة يعني شائعة موجودة في المذهب، أقوالهم هي عبارة عن قول لأبي حنيفة، هم فقط نقل لقوله. يعني صارت في داخل المذهب كلام قوي ما في قابلية لقبول غير قول أبي حنيفة، فأقوال الصاحبين أقوال الصاحبين قبلت وقبل قول كل واحد منهم منفردا، لأنه ناقل عن أبي حنيفة بس ليس هو قائل له. أما الأقوال كلها لمين؟ لأبي حنيفة. أنتم لاحظتم الفكرة؟ وصار بناء للمسائل على هذا وتفكير في داخل المذهب على هذا. لذلك تجد في كثير من الروايات بقولوا وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة وعن أبي حنيفة، يعني تجد بعض كتب وعند أبي يوسف وخلص، لا بعضهم بيذكروا بين المسألة بضعوا إيش أبو حنيفة، إنه هذا أبو يوسف فقط ناقل عن أبي حنيفة. الآن هذا واضح في الكتب الحنفية يعني موجودة هذه الفكرة وشائعة يعني، فأنت بس تنتبه لها. الآن يوجد أبو يوسف نفسه الكبير العظيم هذا حلف هذا اليمين، فقال والله ما قلت بقول إلا قال به إيش. فعندما قال هذه المقولة وبعض أصحاب غيره بعض تلاميذ آخرين أيضا حلفوا هكذا، بس نحن نلتمس لهم وصار فيه خطأ في فهم هذه العبارة فيما بعد، أنهم بلغوا مثلا أبو يوسف كان قاضي القضاء، بلغوا مبلغ عظيم وكبير في زمانهم، فكان يقول لهم البعض يعني كيف تنقلون قال أبو حنيفة قال أبو أنتم بلغتم ما بلغتم، يعني أبو حنيفة ما بلغ من الشهرة مثل ما بلغتم والمكانة في الدولة وغيرها. فأبو يوسف تواضعا منه وكذا فيقول لهم والله ما قلت بقول إلا هو قول لمين؟ لأبي حنيفة. يعني كل هذا الخير الذي أقول به وأقضي به هو أقوال لمين؟ فهو يكون من باب التواضع مثلا مع شيخه. فبعض الحنفية راح عاملها على ظاهرها وأنه كل أقوال هي عبارة عن أقوال لمين؟ لأبي حنيفة. وأيضا كما قال بعضكم يعني إنهم كانوا في مجلس واحد وتطرح المسألة وتناقش،
فالأقوال التي قالوها ليست بخفية عن أبي حنيفة، هي أقوال لهم ذكرت وعرضت، ومنها ما طرحه أبو حنيفة، هو طرح هذه المسألة، لكن أبو حنيفة بناء على أصوله اختار قولا، وهم بناء على أصولهم اختاروا إيش؟ أقوالا أخرى. ففي الحقيقة هي ليست أقوال أبي حنيفة، هي أقوال لهم اختاروها بناء على أصولهم. بس المسألة عندما كانت تعرض في المجلس تعرض ويذكر لها الوجوه المختلفة، يعني تحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا وتحتمل كذا، وكل يختار ما يختار بناء على إيش؟ على أصوله. فإذا هي أقوال كانت تعرض في مجلس أبي حنيفة، هي اجتهادات منهم ليست خفية عن أبي حنيفة، يعني ليست مجهولة. فعندما أقسموا هم يريدون أن يقولوا إنه هذه الأقوال إيش معروفة لأبي حنيفة وليست أنها مجهولة، أو هم يريدوا أن ينسبوا العلم الذي عندهم كان أساسه مين وأصله، وبدونه ما تفقهوا وبلغوا هذا المبلغ. الشاهد في موضوعنا إنه ضروري أن نعتبر لأبي يوسف قولا مستقلا، ضروري أن نعتبر لأبي محمد قولا مستقلا. تبقى والله هذا قول، ما قلت بقول إلا قال به أبو حنيفة، هي تبقى عبارة تاريخية يخالفها شيء متوارث يعني قطعي. ما هو؟ أنه نفس كتب ظاهر الرواية محمد نفسه يقول قال أبو حنيفة، قال أبو يعقوب، قال محمد. فذكر محمد قوله قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة دلالة أن لهم أقوال ابتداء مع أبي حنيفة وليست روايات، أقوال. هو يقول قال أبو يوسف قال محمد، فالمتواتر المنقول في المذهب هاي ننشأ المتواتر المنقول في المذهب أن لهم أقوال منسوب، وهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، وكتب الأصول تدل أصلهم كذا وأصل محمد كذا وأصل أبي يوسف كذا. فلا، هاي مهمة المسألة، فلا نترك ما هو متواتر ومستفيض ثابت كثبوت الشمس بنص تاريخي إنه مجرد أقسمه، ونؤول هذا النص التاريخي على وجوه إيش مختلفة، ولا نجعله الحاكم، ونقول محمول على التواضع، محمول على كذا، محمول على كذا. أما لا نستطيع أن نلغي إيش حقائق ثابتة في المذهب أنهم مجتهدون مطلقون وليسوا مجرد إيش نقل لأقوال أبي حنيفة، فهم اجتهدوا ونقلوا لأقوال أبي حنيفة. الآن هذه المسألة كان لها تأثير في بعض عبارات الكتب، نعم عندما نقرأ عبارات الكتب نريد أن ننتبه لهذا الشيء ولا نقع في يعني الخطأ الذي وقع فيه بعض الفقهاء العظام، نعم، لأنها مسألة لا تقبل الاختلاف، واضح أنه يوجد قول هنا وقول هنا، وأن لهم أقوالهم الخاصة إيش بهم وأصول مختلفة لهم. تفضل شيخ فراس. يقول قد تحمل هذه العبارة على وقائع محددة في مسائل محددة، مثلا تؤول على تأويلات عديدة، بس صعب أن نعمل بها على ظاهرها، صعب جدا. إيش يعني؟ ربما كان عبد رضي الله عنه المسألة ثم تقابل المسألة ثم يأتي بنقيض بنقض الحكم الذي خرج في المسألة، وهكذا دارت بين الفقهاء مع الإمام رحمه الله، فأصبح يعني المسألة كيف يعني أتى الإمام بمسألة رحمه الله وطرحها على الفقهاء عنده، فكل واحد من يعني استقروا على حكم ثم كر على هذا الحكم بنقيضه بأدلة أخرى. يعني المسألة كانت تطرح في المجلس ويطرحوا أقوال لهم وينقضوها ويردوها، بس هم لهم اختياراتهم الخاصة. أصبح يعني قوله قول الإمام أبو حنيفة من جهة وقبله معرفته من جهة، وإيش ثانية؟ يعني قوله هو بعلمه من جهة لحضور الإمام. أما هذا الذي نقول كانت تطرح وليست خفية عليه. الآن الصفحة التي بعدها ننتقل لمسألة في غاية الأهمية، أهم مما سبقها. صفحة 410 الكاتب والحاصل. نعم الحاصل، أنا أصحاب أبي حنيفة إنما اختاروا في كل مسألة من أحد الاحتمالات التي أثارها الإمام ثم استقر عليه رأي الإمام ثم صار مذهبا له، وما استقر عليه رأي أحد أصحابه نسب إليه. يعني عرفت؟ يعني احتمالات، هي احتمالات،
يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، وكل يختار هذه الاحتمالات على حسب ايش؟ ممكن يرجح قول احد الاصحاب في مجلس ابو حنيفه على قول ابو حنيفه؟ مين يرجح؟ مين يرجح؟ هو يرجح. نعم، كان فقهاء عظام في عصره، ما يعني كانوا هم فقهاء كبار في مجلسه. هو اذا رجح ابو حنيفه صار مذهب، هو ابو حنيفه ايش الميزه في المذهب عنده؟ يعني هاي احد الاسرار اللي المذاهب الاخرى ما استطاعوا يصلوا اليها، انه هو كون طبقة فقهاء كبار، فكان مذهبه مكون من عدة مجتهدين من عدة مذاهب، لذلك تجد انتشار وشيوع وحكم الدول فيه أكثر من كل المذاهب. يعني كل المذاهب يلا مأخذ الربع الثلث العشر، يلا 15% كل مذاهب اللي أتباعها وهذا، والباقي للمذهب الحنفي. ليش؟ لأنه وحتى الدول التي حكمت في الإسلام عمتها تحكم على المذهب الحنفي. ليش؟ لأنه واسع، هو في نفسه أوسع من كل المذاهب الأخرى، لأن طبقة المجتهدين فيه كبيرة، هاي مش موجودة في المذاهب الأخرى. كان بس قول واحد، إمام واحد، عرفته؟ ما عنده. فهي ميزة كبيرة لأبي حنيفة يعني. طيب الآن ننتقل إيش للتي بعدها، وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار ثم محمد فقوله الحسن ثم زفر وابن زياد الحسن. هاي مسألة وفكرة جميلة، ما هي؟ أن الاعتماد في الترجيح على الأقوى اجتهادا. ومعنى أقوى اجتهادا أقوى أصولا. هل كان الترجيح معتمد على من يشهد له الحديث أو الآية كما يصورون لنا هذه الأيام؟ لا، الأقوى اعتمادا هو الأقوى اجتهادا. ففي المذهب الحنفي يعترفون ويقررون أن الأقوى اجتهاد من أئمتهم في الطبقة الأولى هو أبو حنيفة. فلذلك إيش؟ وحيث لم يوجد له اختيار. إذا هل نقدم على اختيار أبي حنيفة اختيار أحد؟ لا، هو أعلاه اجتهادا. لاحظوا هذا من يقرره؟ قرره علماء المذهب أنهم وجدوه أعلى وأرفعهم اجتهادا، فاجتهاده المقدم. طيب إذا ما وجدنا له اختيار نأخذ اختيار، ننتقل إلى الرتبة الثانية في الاجتهاد في المذهب الحنفي في القوة، اللي هو أبو يوسف. إذا لم نجد له اجتهاد ننتقل لمحمد. لذلك احنا عرفنا الآن قاعدة قوية جدا، ودائما ترى ما عدا الحنفية يقولون أنتم كل كتبكم قال أبو حنيفة قال أبو يوسف محمد، إيش بتعملوا؟ وإن كان قال أبو حنيفة قال أبو يوسف محمد، نحن عارفين عارفين قول أبو حنيفة، لا نقدم عليه قول أحد. فابتداء عندنا العمل على قول مين؟ أبي حنيفة. هاي فترة الأعلى اجتهادا مهمة جدا، تكاد أن تكون نسيت في هذا الزمان، صحيح؟ الأقوى اجتهادا فهو أرفعهم وأعلاهم اجتهادا، فبالتالي الاعتماد إيش؟ على قول إيش؟ أنت قلت لنا في ما سبق أن الفرق بين الحنفي والشافعي والإمام أبو حنيفة ما كان يذكر قولا، بل الذي يميل إليه قلبه، ما كان يذكر أقوال ما يرجح مسألة فيها قولان. في عند الترجيح آخر شيء بالقلب، صح؟ هنا بأكد أنه كان يذكر أقوال وما يرجح. لوينها؟ طيب وحيث لم يوجد له، لا ما له اختيار، ما له قول في المسألة أصلا. ما له قول. هاي لم تنقل عن أبي حنيفة، هاي المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة، وجدنا فيها قول لمين؟ لأبو يوسف، فنعمل به. ما وجدنا لأبي يوسف، وجدنا لمحمد، نعمل إيش؟ ثم لاحظوا جعلوا اجتهاد زفر والحسن بن زياد في درجة إيش؟ واحد. في درجة واحدة. اجتهاد مين؟ زفر والحسن بن زياد في درجة إيش؟ واحدة. الآن ننظر ننظر المسألة نفسها، ماذا رجح علماء في المذهب، ما هي الأنسب لنا في الواقع وهكذا. زفر نصوا على 20 مسألة، وحتى كثير من ذكروها في المتون، يعني إنه الفتوى على أصلا قوله، على قول زفر. هاي مسائل منصوصة يعني، وألفوا فيها منظومات، البيري له منظومة، وأبو بكر الملا له منظومة في مسائل زفر التي يفتى فيها في المذهب، فله أقوال. ولا تنسى الجزء اللي هو ثلاث أرباع الفقه معتمد على القول الأنسب للواقع، وبالتالي يمكن سنجد مئات من أقوال زفر سنجدها أنسب لواقعنا في هذه الأيام ونعمل بها.
يعني مثل ما قلنا العبادات لها قانونها اللي قرأناه هسه العبادات القانون قرأ أبو حنيفة ثم أبو يوسف ثم هذا قانون العبادات. أما المعاملات ليس قانونها هذا، قانونها القول إيش مصلح الذي فيه نفع منفع للناس أكثر، فمختلف يعني ففي سعة كبير جدا. الآن مشايخنا لاحظوا قاضي خان يقول وإن آخر أنا عندي آخر الصفحة وإن كانت المسألة مختلفا فيها بين أصحابنا فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما. لاحظ رجعنا لفكرة إيش الترجيح بالأقوى اجتهادا، يعني أبو حنيفة معاه واحد ثاني صار اثنين مع بعض أقوى إيش اجتهادا لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيها، وإن خالفه صاحبا في ذلك فإن كان اختلاف اختلاف عصر وزمان نعمل في إيش في العصر والزمان كالقضاء بظاهر العدالة بقول الصاحبين يأخذ بقول صاحبين لتغير أحوال الناس، وفي المزارعة والمعامل معاملة المساقة ونحوه ونحوها يختار قولهما لإجماع المتأخرين على إيش. يعني الآن بس تفرج الشيخ إبراهيم طب ليش يعني وجدناهم في المزارعة والمعاملة يعملوا بقول الصاحبين لأنه قول أبي حنيفة فيها مش إيش مش عملي لا يناسب مش عملي أبو حنيفة في المزارعة. المزارعة طبعا المزارعة استحسان مش قياس، المزارعة إن تأخذ الثلث والربع مقابل إنك تزرع الأرض فصارت الأجرة مجهولة، الأصل في عقد المزارع أن يكون إيش إيجارة ولا بد أن تكون الإيجارة الأجرة معلومة كم ستكون مجهولة، واثنين الأجرة هي بعض الخارج بنسميها، يعني أنت بتشتغل وأجرتك بعض ما تنتج، فهذا أيضا إيش مانع من صحة الإيجارة. الآن من جهة القياس في مشكلة، بس من جهة الاستحسان هذا موضوع الاستحسان مش هائل مش كبير، يعني إيش ما تتوقع واسع. في النتيجة هذه المعاملة فيها ربا يا عمي، فيها قمار، ركزوا كيف بنفكر، فيها ربا فيها قمار، لا ما فيها ربا ولا قمار. طب الناس ما بتنازعوا فيها بسبب شيوحها، ما بتنازعوا إذن تجوز. إذن هذه الأبواب ما لم يكن فيها ارتكاب محرم لاحظ وتعارفها الناس وشاعت بينهم جازت، فبالتالي صعب عندنا في المعاملات نحن نحرم مسألة نمنع منها، صعب جدا قليل. طالما إشي شاع بين الناس شاع وعرف وما في لاحظ محرم من قمار أو إيش أو ربا خلص التنازع مو بسبب تعارف، بطل في تنازع بسبب التعارف جازت. لاحظت الأبواب هاي المنع فيها عندنا قليل، وكل هذا يندرج تحت اسم إيش الاستحسان. فيعني الاستحسان يعني مش ضخم هائل، يعني عامة حياتنا ومسائلها وكلها بتخرج على إيش على الاستحسان، بس إذا فهمت المسائل حق الفهم. فهي الآن من جهة القياس لا تجوز بسبب الجهالة، عندما شاعت وعرفت صارت جائزة وصار عملها، وفيما سوى ذلك يخير المفتي المجتهد ويعمل بما أفضى إليه إيش. وقال عبد الله بن مبارك يعتبره حنفي ترى، يأخذ بقول أبي حنيفة، يعني دائما يرجح قوله. وأما إذا انفرد عنهما بجواب وخالفا، يعني الصاحبين في جهة أبو حنيفة إيش، فإن انفرد كل منهما بجواب أيضا بأن لم يتفقا في شيء فالظاهر ترجيح قول مين أبي حنيفة الأقوى اجتهادا. إحنا ما قرأنا أسف البيت اللي قبلي ما انتبهنا له، وقيل بالتخيير في فتوى إن خالف الإمام صاحبه. الآن قيل إذا وجدنا إيش صاحبين في كف في جهة وأبو حنيفة في جهة أنك مخير أن تأخذ بينهم، هذا قول موجود، بس ما هو المعتمد أكثر؟ قول أبي حنيفة. ترى المعتمد حتى لو اجتمعا لا يبلغون في درجة الاجتهاد ما بلغه أبو حنيفة اثنين مع بعض. نعم، بس قول موجود
وبالتالي يعطينا رخصة لذلك أو لا يعطينا؟ يعطينا رخصة ويعطينا مجال إيش؟ نعم. طيب ما معنى وقيل من دليله أقوى رجح وذال مفتن ذي اجتهاد الأصح؟ أها وقيل من دليله أقوى، ما المعنى؟ ما المقصود به؟ هذا قالوا إن كان المقصود بالدليل من الآية والحديث فيقصد بها طبقة المجتهد المنتسب، لأن هؤلاء كانوا يرجحون، لهم أصول، لهم بعض أصول خالفوا فيها في المذهب، وبالتالي يرجحون على أدلة من القرآن والسنة، فلا ضير في ذلك، صح؟ وقيل إن قصدنا بها الطبقة اللي بعد المجتهد في المذهب، بعد المجتهد المنتسب، المجتهد في المذهب، فيكون الترجيح بناء على إيش؟ على أصول التطبيق وأصول إيش؟ البناء. إذن ننظر هل من هذه الطبقة المقصود أو هذا؟ ليش إحنا مصرين على هذا التفسير والتأويل وعدم حمل البيت على ظاهره؟ لننظر البيت البعد وماذا يقول؟ فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل. يعني هاي ابن عبدين جابها من الآخر، قال لكم ما فيش ترجيح بآية أو حديث، وأنه هذا يشهد له كذا وهذا يشهد له كذا، فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول. أي تفصيل مشايخنا؟ أبو حنيفة أولا ثم أبو يوسف ثم محمد، هذا هو المعتمد. لذلك مشايخنا راح تجد في كتب الحنفية كلها دائما مناقشة للأدلة بين أبي حنيفة وصاحبين، دائما في كل مسألة يذكر الدليل لأبي حنيفة ويذكر الدليل الصاحبين. بس أندر من الكبريت أن تجد إيش؟ مسألة يرجح فيها دليل من الصاحبين، فمن جهة الدليل كنا طرحناه قبل المرة هاي، لا يرجح إلا دليل الإمام، لأنه هو الأقوى أصولا، فبالتالي هو الأقوى فهما للدليل. فهمتوها كيف يعني؟ مش تعصب المسألة، لأنه أقوى أصولا، وطالما أنك أصلك قوي فسيكون فهمك للدليل أقوى من مين؟ من غيرك. فتجد لا يرجحون من جهة مناقشة الأدلة إلا قول مين؟ قول الإمام. لا يرجحون من جهة الأدلة إلا قول مين؟ إلا قول الإمام. انتهينا من المسألة. ما لم يكن خلافه المصححة فنأخذ الذي لهم قد وضح. ما لم يكن خلافه المصححة، إيش معناه؟ الأصل أننا نرجح قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم قول محمد، هكذا الأصل. لكن إذا وجدنا المصحح قول محمد، إذا وجدنا المصحح قول صفر، إذا وجدنا المصحح قول أي واحد منهم، فإننا نأخذ به، فإننا نمشي على هذا التفصيل أبو حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد. إذا لم يكن ترجيح صريح وتقديم لقول واحد منهم فنمشي على هذا الترتيب. ها. ما لم يكن طبقة المجتهد في المذهب اللي هي آلاف العلماء، ما لم يكن خلافه المصححة، فإذا نمشي على المصحح، صح؟ فنأخذ الذي لهم قد وضح، يعني الذي قد إيش؟ صححة. في مسائل مصححة. فإن نعم. في مسائل مصححة أبو حنيفة. كثير. كثير كثير جدا. ما إحنا حكينا في المذهب أبي حنيفة يعني أكثر من نصف مذهب أبي حنيفة يعني مفتى بغيره أكثر. آه كثير. يعني كل ما يتعلق بمسائل القضاء هي لحالة يمكن ربع الفقه أو ثلث الفقه كلها معمول بقول أبي يوسف. أما جدش كل مسائل القضاء معمول بقول أبي يوسف كثير جدا يعني. طيب فإنا نراهم قد رجحوا، فإننا نراهم مين نرى مين؟ نراهم مين هم؟ علماء المذهب مجتهدي في المذهب. فإننا نراهم قد رجحوا ما قال بعض صحبه وصححوا، يعني في مسائل عديدة رجحوا قول لأبي يوسف، قول لمحمد، قول حسن بن زياد، وليس قولا لمين؟ لأبي حنيفة. من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في 17. هو الآن مشى على ما قاله البيري على ما أذكر، إنه كم مسألة؟ 17 مسألة، لكن ابن عبدين نفسه هو حققها إنها 20 إيش؟ مسألة. إذن الأصل أن نأخذ بالتفصيل أو بما رجحه المرجحون؟ بما رجحه المرجحون. فإن لم نجد رجحوا قولا نمشي على هذا التفصيل، قول أبي حنيف ثم أبي يوسف ثم محمد.
ثم إذا لم توجد الرواية عن علمائنا ذوي الدراية مسألة ما وجدنا فيها قولا لأئمتنا الثلاث أو لأئمتنا الخمسة ما أفتوا فيها، ثم إذا لم توجد الرواية عن علمائنا ذوي الدراية واختلف الذين قد تأخروا، اختلف تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم في المسألة، واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه الأكثر. فما هو القول الذي اختاروه عدد أكبر من علماء المذهب؟ نأخذ به مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليل. ما المقصود أبو جعفر؟ طحاوي مذكره الطحاوي والليل السمرقندي مش حافي وأبوي جعفر أبوي جعفر والليل الشيء مين؟ الهندواني. إذا أطلق إيش؟ أطلق أبو جعفر في كتب الحنفية يقصد به الهندواني. الطحاوي يعبر عنه بالطحاوي هكذا، لا يقال له أبو جعفر في كتب الفقه نادرا أو إن لم يكن لا يذكرونه خلاص يقول قال الطحاوي. أبوي جعفر أبوي جعفر أبو جعفر أبو الليل أبوي جعفر أبوي جعفر والليث يعني وأبو جعفر وأبو الليث أبوي الليث أبو الليث السمرقندي أبو الليث السمرقندي عند الحنفي هو الفقيه يسمونه، إذا أطلق الفقيه فالمقصود به أبو الليث السمرقندي. جميل. الآن هذه الطبقة حصل بينهم اختلاف، نأخذ بقول مين؟ الذي سار عليه عدد أكبر منهم صح؟ أبو حفص عمر مقبول رأيه في المذهب. من هو؟ أبو حفص عمر عمر النسبي تقصد؟ من كبار، هذا يسمى مفتي الثقلين سيدي. نعم له المنظومة في الخلاف. نعم صاحب نفسه بتعرف أنه هو صاحب العقيدة النسفية. مش في نسفية عند الحنفية مشهورة الماتريدية؟ نعم. عمر النسفي هو هذا كأنه أبو حفص تلميذ أبو حفص هذا غير أنت في عندك في أبو حفص الكبير تلميذ محمد أيوه مختلف. بس عند تكلم النسفي في عندك النسفي أبو حفص اللي هو عمر اللي هو صاحب العقيدة، وفي أبو البركات اللي اسمه عبد الله صاحب الكنز مختلف. الكبير اللي هو تلميذ حسن. تلميذ محمد حسن. في مسألة أنا مخليني أطرحها الآن. هي قضية القراءة عند الحنفية خلف الإمام. نعم. أفتى بها هل يفتى بها؟ من أفتى بها؟ أبو حفص. أبو حفص أنا أعرف نقول عن محمد أبو حفص. أنت ليه بتقول فيها؟ نعم. أبو حفص له كلام؟ أخرجه ما أظنش. اقرأها راجعها بس ما أظن أبو حفص ما له كلام. هي في رواية عن محمد أنه قال يقرأ، رواية عن محمد. الآن في كلام للنسفي أبو البركات بتصحيح قول محمد بس مش معتمد يعني، بس موجود هيك كأنه في الكافي أو غيره له كلام أشار إلى ذلك. المذهب في الظهر والعصر الإمام ما بقرأ؟ ما بقرأ مش الإمام المأموم المأموم والسري كذلك ما بقرأ الاقتداء. طب شو ممكن نسوي؟ اشتريوا شيء بالزر اذا تكرمت. لا عن جد في روايات عديده عن الصحابه فان في الصلاه شغله يكفي ذاك الامام يبقى معلق قلبه بالله حتى قالوا قراءه القران مانع من التعلق. مالك ابن مسعود يقول انصت فان في الصلاه شغله. في روايات عديده عن الصحابه ليت في فم الذي يقرا حجرا ليت في فم الذي يقرا جمره. هذه صحيحة في الموطأ. قالوا رويت عن أكثر من 80 صحابي. انت لو هيك تصير قريب من الله وتعود تعليق قلبك بالله لذلك تجد عامة الحنفية نقشبندية عندهم ذكر خفي. ايه بس سمعت ايه شو
دخل اهتم بالإمام الركعة الأخيرة الأخيرة صلاها سلم الإمام أجا واحد صلى وراه لا تصح كأنه اهتم فيه. الشيخ بيسأل عن مسألة صححوها إذا مسبوق اقتدى به غيره كأن عند الكل لا تصح صلاته. لا عند الشافعي ولا عند مالكي. عند الشافعي. شو؟ قول يمكن. أنا المرة الماضية سألنا ولففنا على القاعات كلها. دكتور مجد رشيد قال ما في شيء عندنا قول نهائيا. ولا في قول بالمرة. نهائيا. الدكتور وليد قال إلا شرط إذا أدرك الركعة الرابعة في أولها. يعني أدرك ركعة كاملة. أدرك ركعة كاملة مع المسبوق هذا. المسبوق إذا أدرك ركعة كاملة من أولها الرابعة. المسبوق. عادة اللي جاي بده يلتحق المسبوق شو بده يدري من أدرك ركعة الرابعة ولا ما أدرك. بده يسأل بالصلاة. يتأشر يا أخي معاذ. أما عندنا إحنا فلا تصح. طيب. لا تصح. حجر العيد أمين يقول إذا صلى وراءه صحت صلاته لكن لا أجر له. بس هذا إذا اعتبروا قول ابن حجر للشافعي لأنه ابن حجر تعرف محدث يعني إيش هو الهيثمي ولا مين الحسقلاني صح الهيثمي طب شو وجه نقص عند الأحناف دكتور ايش وجه عدم صحتها عند الاحناف صلاه ضعيفه ما فيها قراءه يعني الامام حتى يعني صلاه المسبوق هي بين صلاه مبتدي وصلاه امام قبل المسبوق لها شبهان قبل ما المسبوق بيقرا اقرا ولا بضل ساكت المسبوق يقرا بس هو صلاته فيها نوع ليست صلاه منفرده المسبوق بصير زي المنفرد بصير زي المنفرد لكن فيها ضعف صلاته انه هي تعلقت بصلاه غيره فلا يجوز بناء صلاه عليها يعني لا يقوى ان يحمل صلاه غيره بس بعد سلام الامام بصير منفرد طيب خلينا نقرا هاي يا مشايخنا بس البيت هذا نقرا هاي الابيات الثلاثه وحيث لم توجد لهؤلاء مقاله واحتيج للإفتاء فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخش بطش ربه يوم معاد فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر المرض الآن هنا في تنبيه إنه أئمتنا الأوائل تكلموا وأفتوا وجاء بعدهم طبقات وطبقات وأفتت وتكلمت فيما يلزم من مسائل أنت الآن بحثت ولم تجد لعلمائنا السابقين أي كلام في هذه المسألة وحيث لم توجد لهؤلاء اللي هم علماء المذهب كافة إلى يومنا مقالة يعني ما لهم فتوى في المسألة التي طرأت واحتيج الإفتاء ونحن بحاجة إلى معرفة حكم هذه المسألة المستجدة سواء في المطعومات أو المشروبات أو المركوبات فلينظر المفتي بجد واجتهاد يعني عليك إن كنت من أهل الاجتهاد في المذهب من أهل النظر في مسائل المذهب فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخشى من هو؟ المفتي المفتي بطش ربه يوم المعاد يعني بدك تكون أول شيء عندك أهلية إذا ما عندك أهلية ينصون على أنك عليك أن ترجع بالكتاب أو بالرسالة لمن له أهلية ولا تتكلم أبداً إن لم تكن أهلاً للنظر النظر مش في الآية والحديث النظر في مسائل المذهب عندك ملكة تستطيع من خلالها تخرج هاي المسألة المعاصرة وصلت يعني قواعد العلم تمكنت منها وضبطتها بحيث تستطيع أن تتكلم فيها فلينظر بجد واجتهاد وليخش بطش ربه يوم المعاد يعني إن لم تكن أهلا لذاك إياك ثم إياك أن تتكلم وقلنا نص صريحا يرجع إيش لمن هو أهل برسالة أو بمشافهة فليس يجسر على الأحكام يعني واحد إنه يفتو يتكلم في مسألة لا يحفظها وهو يفتي بها ابتداء سوى شقي خاسر المرام لأنه جعل من نفسه إلها نصب مكان نفسه مكان الإله في الإفتاء إيش بالمساء فليس يجسر على الأحكام
سوى شقي خاسر إيش؟ المرام. خلنا نقف عند وها هنا ضوابط إيش محررة.